ببص في على الاي تي ام لقيت المبلغ مش 50. انا عارف ان ال50 جنبه 4 اصفار، فطبعا لقيت الاصفار كتير. لقيت علمني الامانه حتى لو هو جنيه. ببص في على الاي تي ام لقيت المبلغ مش 50. انا عارف ان ال50 جنبه 4 اصفار، فطبعا لقيت الاصفار كتير، فانا توترت فعلا. وكان جنبي في افراد، فطبعا من توتري ما قدرتش اكلم حد فيهم. فبظروفها في موظف من البنك خارج بيتكلم المكنه دي، لا اسحب من المكنه دي. قلت له حضرتك انا ما بسحبش ده، انا بستعلم. فحسيت ان هو مهم، فديته الامان، فقلت له بعد اذن حضرتك ممكن مشكورا سؤال. قال لي اتفضل. قلت له في عندي ارقام دي ترنت عليا من ساعه كده، ان شاء الله اخر من ساعه. قال لي ممكن ابص على الارقام. بص على الارقام فعلا، قال لي فعلا ده ارقام البنك عندنا. ايه اللي حصل؟ قلت له بيقول لي حصل كذا 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 اللي انا حكيته من قبل. فقال لي طب ممكن تحط الماستر تاني قدامي. فحطيت الماستر في الاي تي ام. قال لي ده مبلغ 500,000 جنيه. انا طبعا هو اتوتر قبل مني ان 500,000 جنيه مش بتوعك ومش عارف بيهم. فبصراحه هو توجه مشكورا بعد نهايه عمله. قال لي اتفضل ممكن نخش الفرع على مسؤوليتي، لان انت بتتكلم في مبلغ مش 2000 3000، انت بتتكلم في مبلغ كبير ومش بتاعك، وانت مشكورا ان انت جاي اصلا عايز تقدم حاجه لصاحبها، او ممكن يكون رقم وهمي. منشئي وبيتي علمني الامانه حتى لو هو جنيه، ماشي مش نص مليون، لا لو جنيه حاجه مش بتاعتك ما تاخدهاش. واحد يقول لي لا انت ما خدتش ال 10% ليه؟ لا، ال 10% انا ما خدتهاش 10%، انا خدتها 1,000,000%. بس خدتها من ايه؟ من التعليقات الايجابيه. التعليقات الايجابيه ديت ممكن يكون مثلا 500 ردود، ماشي. ممكن يكون التعليقات الايجابيه ديت دعوه كويسه 1 في مليون، مش هقول لك المليون، لا 1 في مليون، ممكن يكون واحد دعا لي دعوه حلوه. هي ديت فعلا هي دي يعني اعتبر 1,000,000% مش 10%. انا الحمد لله الحمد لله انا مرتبي مكفيني، الحمد لله كافي بيتي، مش محتاج الحمد لله. القرش بيطاعي ممكن يكون بسيط، بس الحمد لله انا عايش منه بنعيم. فسمع بقول له مثلا اعمل معاه الواجب، ما اعرفش انهي واجب، بس ما اعرفش. فانا طبعا تسرعت قلت له استاذ هشام الواجب بتاع حضرتك انا مش طمعان في اي حاجه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله انا من بيت الحمد لله شبعان من الصغر، اتعلمت في الامانه من والدتي. قلت له انا مش عايز اي حاجه من اللي دماغك فيها، انا عايز حاجه صغيره مش مكلفه. قال لي اتفضل. قلت له انا عايز شبه شهاده تقدير احتفظ بيها واحطها لاولادي، ابقى قدوه ليهم، ابقى قدوه لاحفادي. فقال لي لا طبعا عينيا انت انسان فاضل، ده انت المفروض نعمل لك اكتر من شهاده التقدير، والفضل يرجع لوالدتي، ماشي. هي دي كل سر سعادتي في الدنيا، والدتي، زوجتي، من بيت اصيل، بيت محترم، وعندي بالمناسبه ولدين جمال وفؤاد. جمال سن 12 سنه، فؤاد سن 2. طبعا جمال ابني لما كلمته وشايف طبعا صوره باباه على السوشيال ميديا طبعا منبهر. قال لي يا بابا انا فخور بيك جدا جدا جدا، انت مثل اعلى. جمال ابني طبعا شاطر جدا في المدرسه مع انه شقي. ولقيته مبهور. عندي فؤاد سن 2 طبعا لسه ما اتكلمش، بس لما كلمته ونتكلم بعض كده على الفيس، ابني فرحان ما يعرفش حاجه، بس حاسس ان ابنه فرحان، حاسس ان باباه عامل حاجه كويسه. وبرضك هوجه رساله للشعب المصري، ماشي، الشعب المصري الاصيل اللي لسه في خير، فعلا في لسه خير، والحمد لله البلد ربنا حاميها.
ماشي، فيها امانه الحمد لله، ولو في حد مكاني هيعمل اكتر مني ماشي، لان الحمد لله الحمد لله الحمد لله مصر لسه بخير.